ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. يا رب. وحشتنا جدا. عايزه اقول لكم بقى ان النهارده ندى كانت بايته عندي ولسه صاحيين. فقعدنا امبارح يعني ما بصوا قعدنا نلغي نايمين الساعه كام؟ 5 الصبح ونمنا نم. يا لهوي على البنات لما بتقعد مع بعض، يا لهوي. والمصحف قاعدين على السريكه من الساعه 2:30 لحد ممكن الساعه 5 6، لحد ما تعبنا ونمنا. يعني جايه بتكلمني اللي هو لقيتني خلاص بقى انا سافرت ماشي. فبجد كان يوم حلو قوي ونكرره كتير بقى، خلاص كتير ان شاء الله. بس فندى بقى عايزه تسالني شويه اسئله محرجه، فهل انا هسكت لها؟ ما اكيد هسكت. هو فيديو النهارده عباره عن اسئله، واكتر اسئله محرجه هنسالها لبعض، وانا كده هسالك اسئله محرجه. بس انت اللي هتبتدي. انا ماشي. يلا بس قبل ما نعمل او نسال، هتعملوا لنا دلوقتي اللايك وسبسكرايب في القناه، وتكتبوا لنا بقى كومنت بقى بفيديوهات انتوا عايزين تشوفوها تانية جايه. ابدا. يلا ماشي. اول سؤال يا نالا، ربنا يستر. سؤال بقى الناس كلها هتموت وتعرفه. ايه؟ هل ندى مبروك مرتبطة؟ تا 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 ندى سكتت يا جماعة. يا ابويا يا جماعة، يشوف يا جماعة. خرب بيتك يا ارمد. اسألي اسألي بنت صريحة قوي. ماشي يا دنيا. ماشي اهو، انا هديها، انا بدقها سخنة وبسألها الاسئلة اللي انتوا عايزينها. اكتر موقف محرج حصل معاكي، قولي بأمانة. والله بأمانة اكتر موقف حاسس ان انت في نص هدومك كده. هقولك الموقف ده يا جماعة. كنت انا كنت في عربيه، كنا في اتوبيس عادي، كنت معايا ماما وواحده صاحبتها، كنا نازلين نشتري حاجات مش عارفه منين. المهم الاتوبيس كان فاضي خالص، فكانتش فيه غير ماما وصاحبتها قاعدين جنب الاتنين جنب بعض، وانا قعدت في الكرسي اللي وراهم يعني. وكان في ولدين قاعدين في اخر الاتوبيس ورا. تمام. جينا احنا كنا خلاص نازلين المحطه بتاعتنا، فقام الاتوبيس مره واحده قام فرمل ماشي. انا كنت طبعا ماسكه حاجات، لقيت الحاجات اللي معايا دي كلها اتنطرت قدام عند السواق، وانا رجعت من بقى لقيت نفسي يعني عند الولدين دول يعني. فده كان اكتر موقف محرج حصل لي في حياتي بجد. كنت كان الكلام ده ولدين، الكلام ده كان مثلا من 3 سنين بس يعني. بص انا حصل لي كده، انا كنت مذهوله وماما وصاحبتي قعدوا يضحكوا عليا، اللي هو طب ايه يا جماعه، طيب يعني شكلي كان وحش قوي قوي بجد. كنت يعني يلا عادي، هو ده اكتر موقف انا مش قادره انساه لحد دلوقتي. اتفضلي اسالي. ماشي. انتي اسئله مش برد. مش هينفع، لازم احرق لك دم. ماشي. طب انتي ايه اكتر موقف محرج حصل لك وانتي عمرك ما تنسيه؟ بس بامانه وهتجاوبي. هو في موقف مستحيل احكيه. لا هتحكي بس بقى. بس حاجه غيره مثلا. انتي موقف يعني كتير بقى. مش عارفه. قولي. اكتر موقف محرج حصل في حياتي؟ لا هو انا ما افتكرش، بس انا بكره قصف الجبهه جدا يعني. مين قصف؟ دي اكتر مواقف ما بحبهاش. مين قصف جبهتي؟ يعني مثلا لما قاعده مع اخواتي، بالذات عبده اخويا بيطير الجبهه، انت عارفاه. ما عندوش يا مرحبين. انا اكتر حاجه دي ممكن ابقى بحس ان انا في موقف محرج فوق ما تتصور. لا بس عايز يعني ما حد بيكسف جبهتي بيرده له، مش حوار يعني. طب اسالي. شكلك بتفكري سؤال رخم شبهك يا ندى. طب ايه؟ انسحوني حد يتكلم، حد يقول لي. بص ارتبطتي كم مرة قبل محمد؟ مفيش. طب انت عارفة محمد في تالتة اعدادي؟ تالتة كنت في تانية اعدادي. انا كنت في تالتة. انا والله كنت في تالتة. هو كان في اولى، مش عارفه كان حب المراهقين ده، مش ما كنا اصحاب الاول. هو اصلا كان بيكلم بنات الاول، احنا كنا اصحاب الاول. بعد كده بقى لما بقى اتعرفنا على بعض اكتر ومش عارف ايه وكده حبينا بعض. كنت انا في ثانوي بقى ساعتها. اسالي. انا فعلا مش عارفه اسال اسئله، لان في اسئله في دماغي رخمه خايفه اسالها. لا اسالي. لا اسالي الاسئله. طب انت اللي عليكي الدور، انا هقول بعد. ماشي. ارتبطتي بكام واحد في حياتك؟ لا مفيش، هو مرة واحدة. يلا يا ندى، الناس عايزة تعرف عنك. اتبستي قبل كده؟ ايه؟ اتبستي قبل كده؟ لا طبعا.
عباس من مين؟ بس عايزي من قرايبي. لا محمد اخويا. عايزه اقول لك على حاجه يعني والله دي حاجه يعني الحمد لله يعني في محمد من النوع اللي هو ايه على طول هو كلم بنات كتير بس على طول بيقعد يقول لي لا بصي انا عندي 3 بنات اخواتي وبخاف ان انا دي الكلمه دي دايما بيقولها اصلا على طول بيقول لي لا بصي انا لازم اراعي ربنا في اي واحده اعرفها علشان انا عندي 3 بنات لو عملت حاجه غلط هيترد في اختي ومش عارف ايه وانا ما اتمناش ان انا اشوف اختي في حاجه وحشه بس فبصراحه محمد اخوكي اقسم بالله محترم جدا يعني الحمد لله ربنا رزقني بيه فالحمد لله يعني الحمد لله. اسألي بس انت بقى هو انا لو سألت لك السؤال ده انت ممكن بعد الفيديو ده يجري لك حاجة اسأل ولا ما اسألش خربت اسئلتي. لا هيجري لي حاجة لا انا مش ناقص خلاص. عمرك هي جبتي هدية قبل كده الولد خالص ولا مرة ولا عبد ومحمد يا راجل. ماشي هسأل ندى بتفكرلي في سؤال تردلي بيه اللي انا عمال اعمله فيها. بس مفيش الصراحة يا ريتنا كنا حضرنا اسئلة. طب ايه مش تعرف ان ده خايك سخ هي اصلا بتفكر في الاسئلة من بدري انا حاسة بيها. هو اكتر موقف حصل محرج معاكي بس خارج عن يعني هفهمك خارج عن شباب والكلام ده موقف كحاجة ظهرت من جسمك الكلام ده فاهم قصدي حاجة ظهرت من يعني مثلا كنت في مصيف في حاجة حد ندالك قالك يعني نسى جسمك باين الكلام ده كان من قريب كنت بجيب بتاع ده كنت بجيب الحاجات بتاعه الجهاز وكده مش ده لما كنت معاك انا ومحمد لا مش غيره لا ده كتير قوي بصي انا على طول مش عارفه في ايه بس انا لما ببقى خارجه وبجيب حاجات وكده انا ببقى مش واخده بالي من نفسي وكده فنزلت كنت برضو مع ماما وصاحبتها دي برضو تاني تنزلش معهم تاني هما ما نزلش غير معاهم اصلا كنت بجيب حاجات وكنت بوطي بقى بعد انا معايا كام حاجه مش عارفه ايه بمسك الشنط وكده لقيت رقبتي الحمد لله كنت لابسه يعني حاجه كده يعني بس الطرحه بقى كانت لوس كده برضو فرقبتي كلها كانت باينه بس الحمد لله مفيش حاجه بانت يعني تاني بس حد قالك بقى يعني حد قالك داري جدا هي صاحبه ماما هي اللي قالت لي داري رقبتك لا ما تعرضتيش لموقف كراجل قالها لك لا متأكدة وانا معاكم وانا معاهم برضه يا جماعه بس برضه الحمد لله برضه كنت متامنه يعني كنت لابسه اندر شيرت تحت القميص كنت لابسه قميص اسود بزرار كنا بنجيب حاجات فانا على طول بلبس اي حاجه تحتيها على طول اندر شيرت ما بعرفش انزل من غير كده الحاجات على طول بلبس تحتي اندر شيرت فالمهم كنت لابسه القميص فزرار منه اتفك زرار من هنا كده اتفك فالحمد لله الاندر شيرت كان موجود يعني بس هو الولد صاحب المحل هو اللي نده لمحمد وقال له كده يعني شاور له عليا فمحمد جاي بقى بيقول لي ايه يعني انا منظري ايه دلوقتي يعني انا منظري اعمل انا ايه دلوقتي باللي انت بتعمليه ده قلت له يا محمد ما فيش حاجه باينه كنت لابسه حاجات كتير تحتي ما فيش حاجه باينه قال لي يا ست ما فيش البلوزه دي مش هتلبسها خلاص ما لبستش البلوزه دي لبسها في البيت ولا في البيت والله اديني ما لبستهاش خالص يلا اكتر اسئله ماشي انت بقى ندى ده انت بتفكريني وانت بتتكلمي صح انا حاسه بكده عيب عليكي والله مش عادي يعني طيب عمرك عمرك عملتي حاجه لحد والحد ده يعني ما استحسنهاش فاهماني اكتر يعني عمرك طلعتي جدع مع حد والحد ده يعني عمل معاكي موقف مش حلو او ما رضيتيش الكلام ده لا كتير والمصعب كتير ما يتعدوش جد كتير يا لهوي طب اقرب حاجه احكي اقرب حاجه لا مش شرط لا انا عايزه اقرب حاجه وبالشخص مش هحدد اشخاص بس فعلا كنت بعمل مواقف كتير كويسه مع ناس واللي هو بتفوجئ بعدين من رد فعلهم بيبقى اوحش مش شرط في نفس الوقت وانت ممكن انا حكيت لك كذا مره على ناس كتير وانت عارفه
ايوه انا عايزه الناس تعرف. انا عارفه. لا مش كده، مش حته الناس تعرف، مفيش موقف معين، لان فعلا الحوار ده بيحصل معايا كتير. والله العظيم يعني فعلا انا ببقى كويسه مع الناس جدا جدا، بس بتفوجئ منهم بعدين. عايزه اقول لكم يا جماعه وفعلا زي ما الناس قالت، الناس معادن بالظبط. البت دي يعني بص، هي لسانها طويل، لسانها طويل، مش هنكر لسانها طويل، وبتقعد تغلط فيا ومش عارف ايه، بس هي هبله يعني، فانا ما باخدش على كلامها عادي. اختي صغيره وهبله. والمصحف وياك. اسالي. طب انا اللي كان عليا الدرش. طب ماشي. اكتر موقف حسيتي نفسك او اكتر كلمه قالت لك وحشه من حد عندنا في العيله، يعني كلمه ممكن محدش كان قصده انه يقولها فقالها لك فانت اتضايقتي منها، او الكلمه لسه مثلا في دماغك؟ مش هينفع اقول. لا هتقولي زي ما بتقدر تقوليلي. او حددي من مين. مش هينفع اقول. خلاص قولي الكلمه. مش هينفع برضه. ليه؟ لا هعرف لو قلتها. مش عارفه اوريدي اصلا. يبقى انا اللي قلت لك حاجه مش عليا؟ اقسم بالله انت بصي، انا ولا في دماغي انت اي كلمه انت بتقولي. بس هو الموقف ده فعلا انا مش قادره انساه. انا عارفه ان انتوا كلكم طيبين وكده والله، بس في يعني الموقف ده يعني لا على فكره انا اشتقت جدا ان انا اعرف موقف ايه بجد. طب من مين؟ كده انا عرفت. طالما هي قالت اسم انا عرفت. بس انا كده قلت لها بس في سرها، مش هينفع اقول على اليوتيوب. لا هي ما قالتش الموقف بالظبط، بس هي قالت مين مين. وهي اكيد قالت مين مين. انا هي فهمت بقى، فخلاص انا مش هينفع اقول ولا أكلم. بس دوت على فكره يعني انت اتضايقتي من الحوار ده ساعتها قوي. انا لسه حد دلوقتي متضايق قوي قوي. طب انت بتتكلمي؟ وعادي يعني العلاقه رجعت؟ عادي، اصل يعني مش هينفع ده برضو يعني مهما كان، فمش هينفع. ده برضو مهما كان الناس هتعرف خلاص مين. اسالي. مش هينفع ده بقى. بس انا كان نفسي تقولي موقف، بس يعني عارفين دنيا كانت زمان بتخاف مني ازاي بقى. كنت واقعد احلى قاعده، لو انت قعدتي في بيت عيله مع محمد انا اللي هبقى حماتك، وانا وهجيبك من شعرك وهعمل واسوي فيكي. كانت بتخافوا، كانت بتيجي تقولي محمد ومحمد يروح يحكي لنا. كنت اقعد اعيط والله، كنت اقعد اقول لماما ماما انا مش هتجوز، انا مش عايزاها، مش عارفه دي هتعمل فيا كذا. كنت انسانه متخلفه، كنت باخد على كلام واحدة بس هي زمان كانت شريرة. ودلوقتي لا خلاص، او انا اللي بقيت شريرة شبهك، مش عارفة بين احنا الاتنين اشرار. يعني الاول يا جماعة انا كنت ما جيتش، انا كنت ما في ولا في دماغي. كنت لسه، كنا لسه صغيرين، كنا لسه الدنيا انا وهي نعرف بعض. كنت انا عندي 12 سنة وانا كنت 15، فاهمين اللي هو لا كان سننا صغير. فعلشان بقى الناس اللي عمالة تسأل جديد مش عارف، احنا متربيين مع بعض بقالنا 6 سنين مع بعض. احنا كنا يعني على فكرة انا واختها السبب ان مخلي دنيا ومحمد يرتبطوا. معرفة سودة. لا عسل عسل. حبيبة اختي بتروح في اي حتة بتصاحب على اي حد، فهي راحت اتصاحبت عليهم، فهي اتصاحبوا على بعض ومش عارف ايه، محمد شافنا حوارات. وانا دنيا كنت بروح عندها البين. فاكرة اليوم بتاع المصرف احنا في الاتوبيس. اسألي بقى اخر سؤال ويلا بقى نقفل الفيديو ونبقى نكمل في مرة تانية. ماشي. احكيلي يا ستي. تعالي نقفل الفيديو من دلوقتي. لا بص، ندى اكتر واحد في اخواتها بتحبه هو عبده. تمام ماشي. احكي بقى للناس اشمعنى عبده اكتر واحد بتحبيه. ليه ما بتحبيش رحمه جنى محمد؟ انا مش هالكوا بالدور. رحمه اختي في بيني انا وهي عداوه فوق ما تتصوروا يا بنتي. دي واحده في 5 ابتدائي، اقسم بالله مولودين في راس بعض. انا بقول لكم انت هتعملي عقلك بقى لوحدك. لا بس في عيال صغيره اللي هم بيبقوا حرابيه، اقسم بالله. حرام عليك يا رحمه. هو عامه ما لناش دعوه برحمه، عشان انا ما بذكرهاش اصلا في حياتي. مش اختي، مش اختي. لان اختي انا بحبها قوي كمان، وما بحبش رحمه لما تيجي تضربها ومروح انا اضرب رحمه. شرير. انا هاخد رحمه. وانا رحمه محمد بقى وعبده. هو انا الاثنين بحبهم، بس انا عبده قريب مني اكتر وبحبه هو اكتر. عبده لا صاحبي قوي، خارج عن محمد كان بياخد كل حاجه زمان اصلا خالص بعنفيه وضرب والكلام دوت. ومحمد مشكلته خباص. مش خباص، خباص. محمد ما بيعرفش يخبي اي حاجه على امك. ما بيعرفش، بس في حاجة اسمها سر. ما بيعرفش. فانا اكتر حاجه انا وعبده كمان، يعني يا ريت عبده يسمع الفيديو. لا عبده ايوه، عبده قال لي كذا مره انا وعبده بنكره محمد فيها انه
يعني عبده عبده مصاحبني انا اكتر، كان كل حاجه يجي يقولها لي وما يقولهاش لمحمد. لما احنا كنا نيجي نقول حاجه لمحمد ونعرف ان حد يعرفها، نعرف ان محمد اللي قالها. اه حقيقي. حتى لا عبده يقول لي بصي محمد اخوكي عمل ايه، لا خبوص عايا. فده اللي ما كانش مخليني ابقى صاحبته ولا هو صاحبي ولا اي حاجه. كذا مره كذا مره فعلا عبده نبقى قاعدين ومش عارف ايه، يقول له محمد بقول لك ايه بس ما تقولش ماشي قدامك اهو، لو قال يبقى مش عارف ايه. اقول له خلاص يا عبده عدي. والله محمد يلف يروح يقول يا بنتي هو مش حر بيلف، هو لسانه بياكله مع عمي لو يبقى قاعد. هقول محمد، بس اقسم بالله احنا ما بنعملش كده معاه. هقول لك ليه، لان محمد اقرب واحد فيكم امه. محمد حتى لو اقرب واحد لامه، بس حتى لو اقرب واحد لامه في بيبقى اسرار بين الاخوات. فعشان كده انا وعبده بقى اللي بقينا ايه مع نفسنا، اللي هو هو يقول لي وانا اقول اه بس. وانا جيت اتحشرت في النص بس. بس كنا نعرف كل حاجه عن بعض بقى زمان زمان. بس كده خلصنا الفيديو، ودي كانت الاسئلة بقى وحكينا لكم وحكاياتنا وكل حاجة. لو عايزين بقى فيديو من ده وتسمعها، ودي التاني بقى اللي احنا مرينا. اسألونا عايزين تعرفوا ايه واحنا هنعمل لكم عليها فيديو. اه ماشي يلا.